ببداية هذه الفقرة رح نروح للفنان نادر خوري، الفنان يلي ربنا عطيها النعمة وبتمنى ربنا يضل محافظ له عليها، هالصوت الرائع، هالصوت يلي بينقلك لمكان آخر دايما، الصوت يلي بس تسمعه تضطر او تتفاعل معه بشكل حلو رائع لما بكون عم بغني، وهو عم بيرتل بتتامل بتطلع صوب السماء بتقول يا رب. نادر خوري يا صباح الخير. صباح النور صديقي، صباح النور لك ولكل مشاهدي الاو تي ولكل شك المحبين. حبيب قلبي مصيف او هذا على الساحل الصورة؟ لا نحن على الساحل على الساحل. نادر كسروان الساحل. الله يخليك ويخلي كسروان العالية والساحل كمان. نادر خوري عم تحضر مجموعة تراتيل أو عم بتأدي مجموعة تراتيل، إنما عندك ترتيلة بكرة بتخلص عشية تطويب الدويهة، وبعرف إنه بكل مناسبة من هالمناسبات الحلوة نادر خوري بيترك هيك بصمة بصوته لنتذكر هذه المناسبة، خبرنا شوي. لمناسبة تطويب البطريرك الدويهي، البطريرك التاريخي، البطريرك اللاهوتي، البطريرك الفيلسوف اللي خلق نهج الكنيسة المارونية، هالشخص العظيم. أنا دايماً بقول شغلة، عبدو الله نجينا من كلمة أنا، ما بركض ورا المناسبة تبين أنا، ما بلاقي غير الأشياء عم تنطر وتنطلب مني وبمصداقية عم بقول لك. طلب مني كذا شغلة تعرقلت الأمور الإنتاجية، إنما بداية مثلا اتصل في صديق فادي أبي هيشم طلب مني أحط صوتي على ترتيل من ألحان وكلمات البروفيسور يوسف مهندس الأبونا، تحية لهم اثنيناتهم. حطيت صوتي، اتطورت في الأسبوع الماضي مع المخرج بربر الحايك إنتاج تاريتي تي في. جمعية آل الدويهي كمان حبوا إنه ينعمل شيء مميز للبطرك. عملنا من كلمات الشاعر الصديق أيسر مخايل، ومن ألحاني وتوزيع الأستاذ كمال صيقلي، قطعة تانية غناء الفرسان الأربع. حلو. رح تكون شغلة كتير حلوة كمان. ورغبة عند الصديق المبدع الفنان العالمي رودي الرحمي، حب كمان يعمل شيء مع الفرسان، انما لتعذر الوقت سمو انشغالاته هلا بتحضير المسرحيه مع عبد الحليم تركلا اللي بدها تبلش قريبا. رح نكون شيء. انا ايه رح نكون انا وجيلبير وإلي بعمل مشترك مع رودي، وراح يتصور هذا الاسبوع باهدين وبساحه الميدان باهدين، وراح نعمل شيء كثير حلو كمان من الحاني وتوزيع كمان صيادله. حلو. يعني هالايام انت مشغول كليا بشيء اسمه البطريرك دويهي. كمان في قطعه على شاعر رياض نجمي تلحنت، تحياتنا لرياض، اشتقنا له. ايه تلحنت انا لحنت، انما كمان ناطرين مصدر الانتاج واختيار الصوت، يمكن يكون ان شاء الله يكون صوت بحبه كثير بنعلن عنه بعدين، بس صوت من اللي بحبه قلبي كمان، فنان كثير عريق وكثير كبير. فنان مش فنانة. لا فنان فنان، اوكي. لحنت لصوت حدا انا بحبه كثير. اها اوكي. ريتشي عن دويهي، تأثرت بشي من دويهي بالاغاني بالتراتيل اللي رح تأديها؟ في صعوبة كثير كبيرة، نحن اليوم الموسيقى اللي فاتت على كنيستنا إذا بتسميها المودرنيزم عبده، عندها شعبيتها وعندها جمهورها وبدنا نحترمه هذا الشيء. البطرك هي ابن الكنيسة السريانية وابن الموسيقى السريانية، يمكن شوي صارت هالموسيقى يمكن عند الدكتار مش مرغوبة، بس إنه مش كثير محببة، أو يعني مش كثير، ما يعني مش كثير ناس بتعشقها. فأنا عملت إذا بدك باللي أنا عملته، عملت المزيج بين السريانية والحديثة، حلو، تنعمل شيء نقدر نقرب، يعني الهيصة والزلغوطة والغنية والدبكة والسريانية بنفس الوقت، وكان شيء حلو يعني شيء مميز، وان شاء الله ان شاء الله هذا الشيء يقرب الناس من الكنيسه مش مجد الشخصي،
نحن بالنهاية عم نجد الله يعني. 100%. نادر، قريت شيء عنه للدويهي يعني؟ أنا بكثير مرات بكل يعني أنا عاشق للهايكينج، وفي محطة سنوية بودي أنوبين سنويا مرة أو مرتين، في مرور على دير أنوبين وعلى كل يعني كل المناطق اللي عايش فيها البتراك الدويهي. ريف وخبرونا، وطبعا بأهدن كمان حبه قال يعني اكيد حبه المنطقه فوق، بديش تخبروا عن البتراك والمناطق اللي زارها وكيف عمل، وحلب وابروس وروما وكل هالمناطق وغصة والكتابات اللي كتبها. يعني قديش بدك تلحق تقرأ تقرأ، بس انه بتكون فكرة كبيرة عن هالعظيم يلي هو ابن هالأرض واللي ساهم بالكنيسة اللي نحن عايشين فيها اليوم. اكيد. غير دويهي شو عندك انشغالات غير 8 آب؟ 8 آب يعرفوا الناس عن شو عم نحكي، في 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 عشاء، في احتفال خاص، في عشاء انا وياك. نعم. بس بين هلالين قبل ما نكفي بدي وجه تحيه كثير كبيره لجار رضا، جاري شحيده زايد عم يحضرنا هلا. تحيه لشحيده. ايه بس لانه طلع على الشاشه يا شحيده، عملنا باي من حده لاستاذ نادر. ايه هلا هلا منه حد بعيد عني، بس عم بيشوفني من هون عم بيضرب لي سلامات، وعم ناطرنا من هلا بدنا نلعب طاوله بعد شوي. طيب يلا. ايه كنا عم نقول هلا الخميس عنا وقفه مع مشربل، اذا الله راد بكنيسه مشربل بفرقسين. امتى؟ نهار الخميس ب 18 الشهر مع ابونا عطواني المشعلاني والصديقه دنيس سعد وزوجها الموسيقي جابي لطفي، وراح يكون وقت هيك صلاه وتامل بمناسبه عيد مشارب. نعم. الفرسان عندنا اذا الله راد جزين بعيد السيده. راح نكون بجزين وان شاء الله الامور تضل هادي والوضع يضل هادي. امين. واشتقنا للمنطقة واشتقنا للبنان كله. أنا كان عندي بنص زون نهار الجمعة اللي مرق. نعم. مع الفرق الموسيقية. شفنا الرقص على صفحاتك والهيصة الكبيرة من الصبايا الحلوين. إيه. الحمد لله الحمد لله. لا كان جو كثير حلو، والناس عن جد متعطشة للبنان ومتعطشة لسياحة لبنان ولثقافة لبنان، ومثل ما كنت عم بتقول يعني هالبلد الغريب العجيب اللي سبحان الله رغم كل المآسي ورغم كل التهديدات وكل التحذيرات، السيح العربي والسيح اللبناني والمغترب بده يجي يشم هالنسمة اللبنانية الصافية اللي من خلالها بيرجع بينتعش بزادت حاله بيرجع بروح على بلاد الاغتراب. يعني هون مصدر الاكسجين الطبيعي العالم، كل الناس لازم يشهدوا على هذا الشيء. نحن بنتمنى لك دائما التوفيق نادر خوري اكيد، وربنا يعطيك الصحه، وبالتالي نحن بانتظار بكره او بعد بكره نعرض عبر اجنده والاو تي في الترتيله الجديده. شو اسمه؟ بصراحة كل وحدة اسمها شيء يعني، لأنه بالنهاية دويهي ترتيلتك بالنهاية البترك ستيفانو يمكن يسموها، ما بعرف. لكن رح نشوفها بكرة يلي هي إنتاج شاريتي تي في، بدنا نقول لهم يعطيهم العافية بالشاريتي تي في كمان. بلكي بكرة أو بعد بكرة بنحصل عليها، بتكون صارت جاهزة لنعرضها كمان. وإن شاء الله كل أيامك قداسة، وخلي لك عيلتك يا رب. ان شاء الله كل ايامنا وفق انا وياك عبدو لكل اللي بحبونا ومنحبون، ونلتقى دائما على جبهه الخير وجبهه المحبه. امين يا رب. الصديق الوفي نادر خوري، شكرا لك، يومك مبارك.